يعطيكم العافية، معكم كوتش عمر الملقي، أنا مدرب في نادي أطلانتس. طبعا أهم الأمور لما يجي عندنا مشترك جديد نعمل له فحص الأنبادي، نشوف نسبة المصل عنده، نسبة الفات، وعلى أساس نحدد إذا بده يطلع وزن أو ينزل وزن. طبعا متابعة دائما شخصية مع أي مشترك من ناحية تغذية، تمرين، تجنب إصابات. أهم شيء عندنا مشترك يطلع من النادي ماخذ الفائدة كاملة، متابعة دائما من جميع النواحي. طبعا نشجع أي شخص لرياضة كمال الأجسام أو يحكي فتنس من ناحية هيلثي، من ناحية يهتم برضه في كثير أمور في حياته الشخصية. طبعا أكثر الأسئلة الشائعة في النادي لما تكون عندي مشترك جديد اللي هي كم بدي كوتش حتى أوصل الهدف بدي إياه. طبعا هاي بتحدد على عدة عوامل، تغذية وهي أهم شغلة، تمرين صحيح، فترة نوم كافية. بالنسبة لموضوع التغذية هي عبارة عن كارب، بروتين، جود فات نسميها، كلها إلى حسبات علمية. طبعا الشغلة ورقة وقلم، ونقدر نحكي إنه أي إنسان بيستمر، والاستمرارية أهم شغلة، بوصل هدفه وإن شاء الله يعني بكون راضي. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات الأدرية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد علي أبو سناني. بداية سعد مساك. أهلا وسهلا فيك. كلك زوء. طبعا في بداية أستاذ علي، حضرتك صاحب نادي أتلانتس وبالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. هلا أنا معك الكابتن علي أبو سناني. يعني أنا حبيت رياضة كمال الأجسام عن يعني من تقريبا من 15 سنة. نعم. والحمد لله حبيتها وكان عندي شغف إلها يعني من زمان زمان، وعلى أساسه يعني حبيت أفتح لي مصلحة إنه نادي حديد وهيك، ونعطي يعني اللي هم نعطي المشتركين عنا اللي هو تخفيف الأوزان، ويعني في أكثر من خدمة بنقدمها للمشتركين، أكثر من خدمة يعني بنقدمها للمشتركين. نعم. وإن شاء الله إنه يعني لقدام بنعمل خدمات اكثر للمشتركين. هاي هي يعني فكره. الله يسلمك. اكثر او تعرفنا بالتفصيل على اهم الخدمات اصلا اللي انتم عم بتقدموها. هلا احنا بنقدم خدمات، مثلا يعني احنا في خدمات بنقدمها اللي هي اللياقه البدنيه للاشخاص اللي هم اوزانهم مثلا مرتفعه، بنحاول انه نخفف اوزانهم. مثلا في ناس بتجينا مثلا يعني انه ضعاف جسديا، ضعاف، بنحاول انه مثلا نزيد الوزن عليهم، وهي الفكره، بنزيد الاوزن، ويعني هاي الخدمات اللي بنقدمها لل والعروض اللي عم تعملوها اصلا بالاشتراكات. هلا والعروض الحمد لله عندنا عروض كويسه، وبنعمل دائما دائما عشان تكون بين متناول الناس والعالم. يعني مثلا انه يعني المشتري يعني عندنا من شهر بنقدم كمان شهرين، في ثلاث شهور، يعني حسب ايش بده مثلا المشترك. والحمد لله عروضنا كويسه يعني في المنطقه كالجميع يعني. الله يسلمك. حكيت انه انت لك سنه ما اخذ هذا النادي، ايش تطورت عليه او ايش ضفت عليه؟ يعني انا ضفت عليه تقريبا يعني اكيد اي واحد يعني صاحب منشاه مثلا بده يفوت على نادي مثلا او اي مكان يعني بده يفوت، بده يشوف شو اللي ناقص النادي، شو مثلا الاجهزه القديمه بشيلها بجددها. هذا اللي صار معي، يعني جددت أجهزة من مشي، من أجهزة بسكليت، يعني اللي هي التمارين اللي هي التمارين الرياضية، أجهزة التمارين الرياضية. نعم. هاي اللي غيرت عليها طبعا. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ هلا بالنسبة إن شاء الله يعني إن شاء الله إنه النادي يكبر وكل الأردن تعرف فيه، ولقدام إن شاء الله أنا نية أفتح فرع ثاني وثالث، وإن شاء الله يعني إن شاء الله هاي الفكرة إن شاء الله. بس أصلا شو هي المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم بتواجهوها بمجال الرياضة؟ هلا والله الحمد لله ما في أي مشاكل صدقا، يعني ما يعني مني يعني أنا ك يعني ككابتن علي مثلا لا ما عندي أي مشاكل، ما في أي معوقات الحمد لله. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ يعني صاحب الجلالة ما يعني ما شاء الله يعني ما يعني ما بقصر مع اللي هو اللي بده مثلا يفتح يعني للشباب مثلا بده يا مثلا يعني بدعم الشباب، بدعم الافكار كمان، حتى الافكار الشبابيه
يعني اهم شيء الرياضه فعلا، الرياضه هي الشباب، الرياضه هي الشباب. وطبعا الله يخلي سيدنا يعني ما بيقصر بالامور هاي يعني ان شاء الله الرياضية. بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحله، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ انا هسه يعني انا الحمد لله اصدقائي يعني من زمان زمان بنحب الرياضه، من اصدقاء من واحنا صغار بنلعب رياضه وهيك، فيعني انا بشكر اصدقائي كلهم يعني، واكيد سامعيني هسه. هي هي. كيف يمكن للساده المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي اكثر وين مكانكم بعمان واصلا شو طرق التواصل معكم؟ هلا احنا مكاننا في عمان، مكان عمان في طبربور مقابل شركه زين اللي هو شارع الخياطين، لنا صفحه على الفيسبوك اللي هو نادي اتلانتس، والحمد لله بتابعونا من كل مكان يعني الحمد لله من كل انحاء الاردن يعني ان شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله الله يسعدك يا رب. شكرا لك. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين اود ان اشكر الكابتن علي ابو السيني على حسن استضافته لنا وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت سعادتنا كابتن. شكرا لك الله يسعدك يا رب.